بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، أقام فرع اتحاد شبيبة الثورة بحمص معرض رسوم وحفل فني تضمن أغاني وطنية وتراثية، وذلك في مدرسة الباسل للمتفوقين بالمدينة بحضور فعاليات رسمية وذوي طلبة. اليوم بذكرى حرب تشرين التحريرية، دائما نحن كمنظمة اتحاد شبيبة الثورة بنسعى انه دائما نخلي هي الذكرى هي ذكرى ثابتة بنفوس ابنائنا حتى يعرفوا قيمة النصر وفاء لجيشنا البطل ولجرحانا وشهدائنا، وحرصا منا على الاستمرار ببناء هذا الوطن. نتاج اعمال الطلاب مثل ما احنا شايفين يمتاز بالمستوى، في مستوى جيد معالي، حتى تقنيات مختلفة تتراوح بين الألوان الخشبية بين الألوان المائية بين تقنيات متنوعة. مهاراتنا ومواهبنا اللي عم نشتغلها إضافة لعلمنا اللي احنا هلأ عم نشتغل فيه، أكيد في عنا فن ومواهب قدرانين أنه ندمج بالاثنين وننظم بين الاثنين لحتى نفرج العالم أنه نحن شباب المستقبل رح نقدر نبني سوريا. اليوم نحن قدمنا فقرات موسيقية بتعبر عن انتمائنا وعن عزنا بوطننا وافتخارنا لنرفع اسم وطننا بالعالي، لأنه نحن كجيل شبيبي ناويين أنه نرفع وطننا للأعلى. الفعالية تهدف إلى تنمية مواهب الطلبة الذين عبروا من خلال مشاركتهم عن حسهم الفني الراقي وقدرتهم على مواصلة مسيرة العلم ليكونوا لبنة أساسية في بناء سوريا. أسامة نيوب، الأخبارية السورية، حمص.